السلام عليكم. اليوم جينا من بوفاريك بمناسبة حفل 5 جويلية. افتتاح كان جدا رائع، دخول كان مجاني وكان محكم ثاني من طرف الدولة، ثاني نشكروها وإن شاء الله يكون كما الألعاب الأولمبية تاع وهران ثاني وإن شاء الله تجوز مليحة. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. احنا اليوم رانا في ملعب 5 جويلية الاولمبي بمناسبه عيد الاستقلال والشباب وبمناسبه افتتاح العاب العربيه. رانا نشوفوا في اجواء رائعه جدا ما كناش نلاحظوها من قبل، لحظه عشناها في وهران بمناسبه العاب البحر الابيض المتوسط، واليوم رانا نعيشوها في ملعب 5 جويلية الاولمبي. حضور عائلات، تنظيم جيد رائع، رانا متشوقين بزاف باش نشوفوا هذه الفرحه وهذه الفرجه اللي عندنا مده وحنا نستناو فيها. والجزائر قادره باش تحتضن العاب اكثر من هكذا، العاب افريقيه وعربيه ودوليه، وان شاء الله عيد استقلال للجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحيه الجزائر. الوغ اليوم بمناسبه 5 جويي ولي جوز اغاب، انا متواجدين هنا في ملعب 5 جويي وانا فرحانين وهذا المكان. تحيه الجزائر. السلام عليكم، رانا في ملعب 5 جويي اليوم، يوم افتتاح تاع الالعاب دائما بمناسبه عيد الاستقلال. رانا في فرحة، الله يبارك، كما فرحنا العام اللي فات في العاب البحر الابيض المتوسط وكانت ما شاء الله، واليوم ثاني كرايه ما شاء الله. انا فرحانين مع اولادنا وكان دخول مجاني، وان شاء الله دائما بلادنا هكذا فرحانة ودائما في الموعد بمناسبة عيد الاستقلال. ان شاء الله هذا البلد هذه تكون دائما على فرحة وشعب فرحان، ويعطيكم الصحة وربي يحفظكم وصحة عيد كل الجزائريين وخوتنا العرب، مرحبا بهم وربي يكمل الفرحة إن شاء الله ويدومها إن شاء الله ويعطيكم الصحة. السلام عليكم، رانا جينا في حفل افتتاح الألعاب العربية طبعتها 15، جينا الجزائر العاصمة في يوم 5 جويلية إلى ملعب 5 جويلية اللي هو يوم غالي على كل الشعب الجزائري. التنظيم رهيب ما شاء الله، ان شاء الله تفوت بيان 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 كما العاب اولمبيه العام اللي فات اللي فوتنا في وهران ميلود هيتفي. حاجه اللي عجبتني هنا التنظيم محكم، الامن كاين ما شاء الله، الجزائر دائما واقفه على كل صغيره وكبيره. رانا رفقه الابناء هنايا، رانا في ملعب الاولمبي 5 جويلية، رانا نحتفلوا بالذكرى 61 الاستقلال الجزائر، والاجواء رائعه هنايا مع الجمهور هنايا في انتظار انطلاق الحفل الافتتاحي تاع هذه التظاهرة. اليوم فرحة، قول فرحتين اليوم، عيد الاستقلال، نهني الشعب الجزائري كاع، وإن شاء الله نكونوا كاع الشعب الجزائري بخير، وبالمناسبة الألعاب العربية إن شاء الله تحضرنا الجزائر، إن شاء الله تكون ناجحة 100% إن شاء الله. مزيد من الازدهار لبلادنا ان شاء الله، والخير ان شاء الله، ربي يجيب الخير لبلادنا ان شاء الله. تحيه الجزائر. انا متحمس بالالعاب العربيه في ملعب 5 جويلية. تحيه مخيم ام بن خلدوش. جينا من ولايه عين صالح، جابونا المنشطين اليوم باش نتفرجوا على الالعاب، افتتاح الالعاب العربيه. نحنا جينا من مخيم ابن خلدون. One, two, three, live on!